كنستغل هذه الفرصة في وجودي في مدينة مراكش في إطار الدورة 17 للمهرجان الوطني المهرجان الدولي للسينما بمدينة مراكش، وحنا حاضرين في هذه الليلة الجميلة وكنحتفلوا بعيد ميلاد ميد راديو. ما تفوتنيش هذه الفرصة باش نتمنى عيد ميلاد سعيد لميد راديو. ميد راديو العقوبة الألف سنة، ونكونوا ديما حاضرين معكم في جميع الأفراح ديالكم إن شاء الله. المهم أنا جيت خصيص اليوم من مدينة برشلونة باش نحضر عيد ميلاد التاسع ديال ميد راديو، وفيف ميد راديو وعيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد ميد راديو، ان شاء الله ديما في التعلق وتبارك الله عليكم. انا تنبغيكم بزاف. كنتمنى لميد راديو هو يبقى ذاك الطابع اللي كنرسموه للمستمعين ديالنا، اللي هو الاسره المغربيه. حنا اسره داخل الاذاعه، وكنعطيو للمستمعين ديالنا اسره مغربيه كيسمعوا لها باحترام وتقدير.